دائما الواحد يحسب الأسوأ. هم طريقهم اللي مرت تل هيك الهبالي جناجها. حالة من الترقب تسود مثلث الموت في درعا بعد قصف من قبل الميليشيات الإيرانية وقوات حزب الله لعدة أيام متواصلة على القرى التي تسيطر عليها فصائل الثوار. الميليشيات المدعومة إيرانيا استخدمت تعزيزات جديدة تمهيدا لاقتحام المنطقة والتقدم نحو أعلى قمة في تل الحارة الاستراتيجي بحسب مصادر عسكرية. ميليشيات اللي استجابها النظام على المثلث الموت هي ميليشيات إيرانية حزب الله، يعني ميليشيات كلها شيعية مرتزقة. هي متمركزة حاليا بتلول فاطمة بتل مرعي بدير عداس بتل جرين، وجهتها يعني مثل ما تقول عم بحجنوا لاستعيدوا تل الحارة ما بعد تل الحارة انه يعيدوا السيطرة على الشريط الحدودي، يعني واحنا جاهزين لهم واحنا ننتظرهم بفارغ الصبر يعني. وتستعد فصائل الثوار في منطقة مثلث الموت الذي دارت فيه معارك طاحنة قبل عدة سنوات، سقط خلالها مئات القتلى من قوات النظام والميليشيات الداعمة له. تستعد لصد الهجمة المرتقبة من الميليشيات الإيرانية وتعرب عن جاهزيتها بعد رفع السواتر والدشم العسكرية. كما أعلنت الفصائل المتواجدة في المنطقة عن تشكيل غرفة عمليات تضم كل فصائل المنطقة لزيادة مستوى التنسيق بين الجبهات. وجهت هذه الميليشيات لاستعادة المناطق استراتيجية في المنطقة قريبة من هضبة الجولان، وبناء على ذلك قامت الفصائل في هذه المنطقة بالتوحد تحت غرفة عمليات واحدة لصد أي عدوان على هذه المنطقة من قبل هذه الميليشيات. وبحسب مصادر عسكرية بدأت الميليشيات الإيرانية منذ وصولها إلى المنطقة بقصف تجمعات وقرى ريف درعا الشمالي منذ أول أيام عيد الفطر، مما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين، الأمر الذي دفع سكان المنطقة للنزوح إلى الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل والذي يعد أكثر أمانا. مصادر عسكرية تتوقع انهيار اتفاق خفض التصعيد في المنطقة الجنوبية في الساعات أو الأيام القادمة، بينما يرى محللون أن دول الجوار لن تسمح للميليشيات التي يستخدمها النظام كرأس حربة في معاركه بالتقدم نحو الشريط الحدودي مع الجولان المحتل. مالك خطاب، حلب اليوم، من مثلث الموت في ريف درعا الغربي.